الودية، وأيضا في الدوريات بتقام من شوطين مدة كل شوط 20 دقيقة. أول محاولة تأتي لمنتخب مصر، الهدف الأول يضيع عميل، وتسلسل جميل في نقل الكرة من المشاركات وفي هذه البطولة. هذه كرة مقطوعة 2008 آخر بطولة لمصر كانت في 2004 96 2000 2004 تسديدة مرة شوبير محمد عبد الوهاب في الجولة الأولى بخمس أهداف لأربع أهداف، وهذه كرة أيضا بتضيع على منتخب مصر، مرمى خالي تماما من فانويك بعد ما لعبها له عبد الله من عمر الشوط الأول في المباراة. وهذه على طول تسديدة، وهذه الهدف الأول بيأتي الآن عن طريق علاء دونجا. علاء دونجا يفض الاشتباك الآن بعد خمس دقائق وست ثواني على بداية اللقاء، بيسجل أول هدف منتخب مصر في شباك منتخب ناميبيا، وبيستعد الآن الكابتن جهاد عرفة الطريقة بهدف اللاعب علاء دونجا. تسديدة من علاء، وعبد الأشوى اللي يبدو أنه هو اللي غير اتجاهها بالكعب. نشوف الإعادة. عبد الأشوى ركلة التماس حكم غينيا الاستوائية بدر لويش محمد سعيد ويضيع كوكي فرص مصر الوصيف أيضا في النسخ الأخيرة، وهذه الهدف الثاني يضيع يضيع على رونالدو. مش كده يا رونالدو، رونالدو بيضيع وهو وجها لوجها وجها لوجه أمام المرمى. إزاي لعبها رونالدو بالشكل الغريب؟ وخالد مارادونا، شوف هل هناك إضافات على هذه التشكيلة؟ لا، محمد طلعت موجود. هذه هجمة خطيرة لمنتخب ناميبيا تتشال من أمام هذه المجموعة بكل تأكيد أضعف منتخب في هذه المجموعة منتخب ناميبيا. هذه كرة بترجع مرة أخرى من جديد بتسديدة من عبد الأشوى لكن بعيدة. منتخب زامبيا بيشارك للمرة الثالثة في تاريخ البطولة. ترجع مرة أخرى لمنتخب ناميبيا، تتخلص من جانب خالد مارادونا، يخرج عبد الأشوى اللي تتخطف منه الكرة بكل سهولة. لاعبي منتخب مصر أعطوا الفرصة لمنتخب ناميبيا للتعادل الآن. أعطوا الفرصة شوبير، شوف الفرصة سمح له إنه يلعب كرة عرضية على دونجا، راحت الكرة العرضية بعيدة. 1-1 أصبحت النتيجة الآن. هل من تركيز لشباب مصر في هذه المباراة؟ منتخب ناميبيا اللي بيشارك المرة الأولى في تاريخه في أمم إفريقيا. يلا نجرب من بعيد، تسديدة جاءت من جانب علاء دونجا. علاء دونجا اللي سمح للاعب ناميبيا انه يلعب كرة عرضية. هذه كرة مخطوفة جانب خالد مارادونا، عدى مارادونا، ولد مارادونا، ولد ولد مارادونا، بيسجل مارادونا على طريقة مارادونا الهدف الثاني. خالد مارادونا 2-1 الآن على منتخب ناميبيا. عدى ولد ببراعة ولعبها ايه في الزاوية البعيدة صاروخية من مارادونا. منتخب ناميبيا يخرج فان فيك ويغطي ويلعب كرة في الأمام خطيرة، ولد شوبير، ولد شوبير، لكن جاء الهدف الثاني الآن للمنتخب الناميبي. عادل على الدور رقم 8 إلا الهدف الثاني لمنتخب ناميبيا. هذه الإعادة من جديد، ولد خدع على طول مباشرة، حرك البرمة لاعب منتخب ناميبيا، لكن النتيجة الآن 2-2 منتخب مصر. وهذه تسديدة من جانب عبد الأشول، الله عبد مصر على منتخب ناميبيا. يرمي فان فيك كرة طويلة في الأمام، ترجع لشوبير، عنده اسمين شهرة شوبير يا ولد. رد الهجمة خطيرة الآن لمنتخب ناميبيا، 3-1 من جانب منتخب ناميبيا يلعبوها، لكن يخرج ولد شوبير وفقد كرته بكل سهولة. وادي كوكي وبودي دولان للنزول في هذه المباراة. وتراجع الآن منتخب مصر، منتخب ناميبيا أفضل. وادي شوبير حول أسوأ شوط في تاريخ منتخب الصالات في أمم إفريقيا.
وهذه مرة أخرى وليد رونالدو الحارس طالع أمامه وعامل الدفاع بشكل جيد، شلها من أعلى الحارس رونالدو، ترجع لكوكي. يلا يا شباب، تمريرة من رونالدو ولكن ليست على طريقة رونالدو على الإطلاق. وهذه تمريرة، إجادة التمريرة رونالدو، وهذه شوبير يا ولد. منتخب مصر في الشوط الأول هو محمد عبد الوهاب شوبير، هذه تمويها وهذه تسديدة وهذه الثالث ياتي الآن عن طريق كوكي. كوكي بالثلاث أهداف الآن في البطولة، بيسجل الثالث الآن لمنتخب مصر، المنتخب المصري الأولى. كوكي بيسجل الهدف الثالث بشكل جميل، بشكل جميل بيجيب الثالث الآن كوكي. برافو كوكي. ترجع مرة أخرى، تسديدة في الشباك الخارجي، الجالية الكبيرة اللي من زاوية الأصول الهولندية. وادي التسديدة، ولد 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 عصام، عصام علاء، عصام علاء بتسديدة قوية سكنت شباك فان فيك، يأتي بالهدف الرابع الآن لمنتخب مصر. دقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، الهدف الرابع لمنتخب مصر. خطأ فادح من جانب سي جي فان فيك، حاول في الشوط الأول منها أيضا واحدة في 2008، خسارة واحدة في 2016، خسارة واحدة أيضا في النسخة الماضية في إضافية أمام ليبيا في نهاية 2008، خسارتها طبعا 10-2 في مباراة الإياب، دي كانت الخسارة الوحيدة في نسخة 2004. لابد من التركيز في التدخلات القوية من جانب لاعبي منتخب ناميبيا. يلعب في الخلف لويس سولونجا، ودي هجمة لكن على ده شوبير، أول مباراة طبعا ليه في البطولة، المباراة الماضية لعب لكن مخطوفة من جانب منتخب ناميبيا، ويمسك شوبير مع لاعبي منتخب مصر، لكن لازم تخلص من الكرة بسرعة. ودي فرصة للهدف، والهدف يأتي بالفعل عن طريق كوكي، هدف الرابع لكوكي في البطولة والهدف الخامس لمنتخب مصر في هذه المباراة. الهداف حتى الآن سفيان الشروي، طبعا لاعب منتخب المغرب خبيه تتضح الآن في الشوط الثاني، ولكن حزاري فرديات الآن لمنتخب ناميبيا. 2 في نتيجة المباراة، الشوط الأول كان انتهى 3-2، شوط 2 في نتيجة المباراة، الشوط الأول كان هذه الإعادة لتسديد بوك، تكون فرصة تسجيل هدف محققة، طب تكون موجودة طبعا بالنسبة لعلاء دونجا، علاء دونجا، علاء دونجا، عدي علاء، يلعب علاء، ولد ولد يا ولد عبده، عبده الأشول أخيرا. هذه الإعادة من جديد من جانب علاء دونجا، عدي وأعطى تمريرة لعبده الأشول من خرم إبرة، تمشي لعصام من جديد، عبده هذه الإعادة من نادي السيروات السعودي اللي فاز على منتخب ناميبيا بالكرة خارج المرمى على نهاية اللقاء. رونالدو، رونالدو، يلا رونالدو، 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 أخيرا من عمر المباراة، ترجع الكرة لمنتخب ناميبيا. شوبير مصر، ممكن فرصة للسابع الآن، السابع، السابع، نعم السابع، نعم السابع يأتي الآن داري حق محمد أبو الوفا رئيس البعثة، ابتسامة النصر، بجوارهم أيضا الزميل العزيز نور علي. وهذه تسديدة بهدف الآن لمنتخب ناميبيا من بعيد، غيرت اتجاهها رينا ريا، قائم، ترجع لمارادونا، مارادونا يلعبها، والثامن ياتي الان لمنتخب مصر. ارتدحت النتيجه الان 8-3، 8-3، خمس اهداف في الشوط الثاني تشكيله منتخب مصر. محمد طلعت، وهذه محاوله، ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مارادونا بلمحه مهاريه جميله، عد بأهداف منتخب مصر التسعة لكرة الصلاة. مرة أخرى أحمد علي، علي بيسجل الهاتريك الآن بعد نزوله في الشوط الثاني في هذه المباراة، لعب وقت قليل، نعم.